لقاء ايضا قوي. بالضبط بالضبط، وزن 69 كيلوغرام من الاوزان القويه التي تتميز بالقوه والسرعه واللكمات القويه. اللاعب الهندي في وضعيه الساوث بو واللاعب الاوزبكي في وضعيه الارثوذكس. لقاء اكيد سيكون ليس بالسهل ابدا. ايقاف لاعطاء كوشن او تحذير اللاعب هنا القوي جدا بريك، تعليمات بالبريك وباخذ خطوه الى الخلف. بالضبط، كلمه بريك تعني خطوه للخلف واستئناف اللعب من غير ما تستنى اوامر من الحكم مره ثانيه. نعم، هذه النصائح لتلك اللكمات القويه. لو كان احد اللاعبين هم لاعبيك يا سيد محمد، ماذا كنت ستقول للركن الاحمر نصائح مقدمه لمجابهه الهجوم الهندي؟ دائما لا نصائح في الجوله الاولى، دائما الجوله الاولى تكون فيها دس نبض اللاعب والمحاوله الحفاظ على اكثر قدر من النقاط، تسجيل النقاط وعدم تسجيل عليك، تكون تحركات اكثر بين الجوله الاولى، الملاكمين يدرسون بعض، تبدا الفنيات العاليه في الجوله الثانيه والجوله الثالثه. نعم سيد محمد، كلام الخبراء يقول ان الجوله الاولى هي جوله استكشافيه والجوله الثانيه هي جوله المدربين، هذا الكلام صحيح؟ بالضبط بالضبط. سيد محمد، الملاكمان الاثنان واضح عليهم البنيه الجسمانيه القويه، ماذا متعين على الملاكم من التمارين للظهور بهذا الشكل؟ دائما وزن أربعة، وزن 69 يمتاز بالقوة العضلية والسرعة، يعني شوف أخطر حاجة أنك يعني تجمع الاثنين مع بعض، القوة والسرعة في آن واحد. أعتقد عندنا إصابة؟ نعم. لا إن شاء الله تكون سليمة يا رب. مستقطع. إن شاء الله. ولدينا اللاعب بالركن الأحمر هو نتمنى السلامة لكل اللاعبين، ونحن الحمد لله بطولتنا هذه إلى الآن زيرو إصابات، اللهم لك الحمد. طيب، اللاعب الأوزبكي هو الرقم واحد حول العالم في ميزانه في وزن الويلتر ويت 69 كيلوغرام. أغلبية لاعبين أوزبكستان مصنفين كلهم عندهم ريت عالمي، المباراة حماسية. شوف، لن يصبر على الجولة الثانية. اللاعب الأوزبكي عرف أن اللاعب الهندي عنده إصابة. نعم. وشوف بيكثف هجومه باتجاه الإصابة، شفت نفس ما توقعنا. بيكثف هجومه باتجاه الإصابة عشان الحكم يوقف النزال. نعم. هذه المرة الثالثة، المرة الثانية لو راح المرة الثالثة عند الدكتور راح يوقف النزال بسبب الإصابة RSC لسلامة اللاعب. لا أعتقد راح يوقفها، ما راح تكمل، ما راح تكمل، ما راح تكمل، ما أعتقد تكمل. هناك تهديد للهين إنهاء اللقاء. شفت مثل ما توقعت بالإصابة. مثل ما توقعت بالإصابة كما توقع مدرب الإمارات كابتن محمد مصبح الشبلي مدير منتخب الإمارات الوطني. على فكرة الإصابة هذه من المباراة اللي فاتت. إصابة عندهم المباراة بس كانت طفيفة. بس اللاعب الهندي اللاعب فيكاس كريشنان لاعب مهاري قوي جدا، كان من الممكن أن يحدث فارقا ولكن شوف استغل نقطة ضعف، وهنا شطارة اللاعب وشطارة المدرب. المدرب عرف ان اللاعب مصاب، كثف هجومه وكثف ضرباته باتجاه الاصابه، خلى اللاعب يروح للطبيب من الجوله الاولى، هذا ذكاء مدرب وذكاء لاعب. لاعب رقم واحد، تتحدث عن لاعب رقم واحد في وزن الويلتر ويت 46 كيلو جرام حول العالم. نتمنى السلامه للاعب الهندي وان مصابته ما تكون بليغة، أعتقد أن الإصابة طفيفة، لكن في قانون ملاكمة الهواة سلامة اللاعب في المرتبة الأولى، بعكس الألعاب الأخرى. عندنا لعبة الطبيب والمدرب والحكام مهنتهم سلامة اللاعب، ما حد يقدر يغامر أبدا بسلامة اللاعب. تم إيقاف النزال عن طريق الطبيب للحفاظ على سلامة اللاعب. هي الإصابة بسيطة، بس لو كان المباراة كملت لثلاث جولات ممكن تكون بليغة وممكن تكون ذو عواقب أخرى. إذن سيد محمد في انتظار إعلان قرار القضاء أو قرار النزال. النتيجة معروفة بس لا أعرف ليش التأخير. لا بد من إعلان القرار. أرى المصورون جميعا في الزاوية
البيضاء هناك يتزاحمون على أخذ الصورة لهذا النزال القوي جدا الذي انتهى مبكرا. تتكلم عن اثنين مصابين عالميا، يعني مش مباراة هينة. واللاعب الخبرة رقم واحد في العالم في وزن 69 كيلوغرام. كان الفوز split decision and still